الرحمن الرحيم. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا زال المؤمن بخير ما كانت فيه ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. هذه المبادئ الثلاث تبني شخصية الإنسان الطيب الهادف المؤمن والناجح. أن يوفق الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن هذا شرف عظيم، وكم نحن بحاجة إلى توفيق الله عز وجل، فلولا توفيقه، لولا تأييده، لولا فضله ولطفه لما كنا شيئا مذكورا. إذن الخير كله بيد الله عز وجل، فإن كنا نطمح إلى أي مستوى من مستويات الخير فعلينا أن نثق في الله عز وجل ثقة تؤدي بنا إلى أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بأيدينا إلى تلك المستويات من الخير. توفيق من الله المبدأ الأول الذي يستلزم منا الإيمان بالله والثقة بالله، وأن نطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير دائما، وأنه قادر على كل ذلك. إذن نحن في هذا المبدأ لابد لنا أن نحسن معرفتنا بالله عز وجل، هذا في الدرجة الأولى. وأما المبدأ الثاني في بناء الإنسان الناجح، الشخصية الطيبة، الإنسان الموفق، أن يكون في داخله صوت يعظه ويؤنبه إن كان قد أخطأ أو قد انزلق في موقف ما أو في كلمة ما. الواعظ يجب أن يكون له صوت مسموع عند هذا الإنسان، لأن الإنسان مهما كان يعتذر لهذا وذاك عن أخطائه، عن بعض مواقفه، فهو عند نفسه يعترف أن هذه أعذار وتبريرات من أجل تلميع الوجه أمام الآخرين، ولكنه حينما يختلي بنفسه عليه أن يذعن بأن الخطأ خطأ، وأنه لا بد له أن يغير، لا بد له أن يصحح. هذا هو صوت الواعظ من داخل نفس الإنسان، هذا هو المبدأ الثاني في بناء الذات. وأما المبدأ الثالث، قبول ممن ينصحه. الكثير لا يتقبل النصيحة، هناك أناس يتمردون أمام كلمة الحق. أن يقول لهم ناصح: يا هذا اتق الله، يا هذا التزم بما أراده الله منك، يا هذا إن الأخلاق سلوك طيب
لابد لك أن تتحلى به. هذه الكلمات البعض لا يستقبلها ولا يرحب بها، وهذا خطأ كبير. فبالنسبة للإنسان الذي يريد أن يبني نفسه ويريد أن يكون ذاك الإنسان الناجح الموفق، فإنه يتقبل نصيحة الآخرين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ناصحا، وكل من قبل نصيحة الرسول اهتدى، وكذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا ناصحين، وكل من التزم بنصيحتهم أصبح إنسانا ناجحا وموفقا. وهكذا بالنسبة للعلماء الصالحين، فحينما يطلقون للجمهور كلمة النصيحة فعلى الجمهور أن يتقبلوا، فإن قبول الإنسان لكلمة الخير هذا ما يبني شخصيته شخصية إنسانية ناجحة متطلعة قادرة على التفوق والتميز. إذن مولانا الإمام الباقر عليه السلام حينما يحدثنا بهذه الرواية وبهذا الحديث الشريف، فإنما بثلاث كلمات ومبادئ يبني لنا تلك الشخصية التي الكثير يبحث عنها ولكنه قد يضيع الطريق إلى تلك الشخصية. باختصار شديد، توفيق من الله وواعظ من نفسنا، إلى جانب قبول ممن ينصحنا، هكذا تكون ذلك الإنسان الذي بنى لنفسه شخصية مرموقة بعيدة عن العنف، الاستبداد والتمرد والبذاءة وما شابه ذلك في شخصية الذين فقدوا التوازن الصحيح في حياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالفعل إلى هذه المبادئ الثلاث، لنكون ممن يجلبون لأنفسهم الخير في الدنيا والفوز في الآخرة، بجاه محمد وعترته الطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.